الخبر تصدر الصحف هذا الصباح. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن للمشاركة في القمة العربية. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الأردنية عمان مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في أعمال القمة العربية 28 المقرر عقدها اليوم الأربعاء. كان في استقبال الرئيس السيسي في المطار العاهل الأردني الملك عبد الله وسامح شكري وزير الخارجية المصري، وأيضا وفد من كبار رجال المملكة العربية الأردنية. تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية في إطار مواصلة جهود مصر في تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في حماية الأمن القومي العربي والتغلب على التحديات الراهنة التي تواجه الوطن العربي نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم حاليا. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق فور وصوله الأردن ثلاثة لقاءات بمقر إقامته في الأردن، حيث التقى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريس ثم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والتقى السيسي أيضا الأمير غازي بن محمد المعظم ابن عم ملك الأردن والذي لديه مبادرة مهمة جدا للحوار بين الأديان. من المقرر أن يواصل الرئيس السيسي لقاءاته اليوم، حيث يلتقي ملك المغرب ورئيس تونس وسيلقي كلمة بالقمة العربية. وأيضا صرح في نفس السياق السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي بالأردن، صرح بأن مصر تأمل من المشاركة في القمة العربية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف وتعزيز دور الجامعة العربية بيت العرب، وأيضا تلبية طموحات الشعوب العربية بالكامل. طيب معانا على الهاتف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا أستاذ. أهلا بسيادتك يا فندم. طيب تعقيب حضرتك إيه مبدئيا كده على هذا الخبر ولقاءات عديدة منذ الأمس لليوم حول القمة العربية؟ تفضل يا دكتور. يعني تعلمي انه هذه القمه 28 بتحضر فيها غالبيه الدول العربيه. طبعا في حضور كبير، الملك عبد الله الثاني بذل مجهود كبير في محاوله لاستحضار عدد كبير ودعوه عدد كبير من الرؤساء والامراء والملوك العرب. اعتقد انه كمان في مشاركه من على المستوى الدولي سواء من الجانب الروسي والجانب الامريكي والاتحاد الاوروبي وعدد من المنظمات الاقليميه. طبعا دي رساله على مستوى الشكل، على مستوى الشكل هناك طبعا بطبيعة الحال مشاركة كبيرة مقارنة بقمة موريتانيا العام الماضي. تمام. في 16 بند على جدول الأعمال، مفترض هيبقى في إعلان عمان، هيبقى في تحديد أيضا للقرارات التي ستصدر. من وسط كل هذا الأمر تستطيع أن تقولي أن هناك ملفات على رأس الأولويات، هذه قمة القضية الفلسطينية. تمام. كل القضايا الأخرى المطروحة بصرف النظر عن إطارها سواء الملف السوري أو اليمني أو العلاقات مع دول الجوار وتحديد نمط العلاقة مع دولة. تمام. لكن في النهاية أعتقد أنه هذه قمة القضية الفلسطينية. تعلم السيد الرئيس هيسافر أمريكا إن شاء الله يوم 3 القادم، في لقاء هيبقى قبلها وبعدها مع بعض الشخصيات الأمريكية الكبيرة سيناتورز ومسؤولين في لجان الكونجرس وشخصيات عامة، وهيلتقي مع الرئيس ترامب يوم 3 تحديدا. هتبقى في رسالة مباشرة عربية سيحملها الرئيس السيسي إلى الرئيس الأمريكي حول أسس مفاوضات السلام بين العرب وبين إسرائيل والأفكار. تمام. والقرارات التي ستصدر في هذه القمة خلال الساعات المقبلة. جميل. طيب أنا عندي فندم نقطة دلوقتي، المشاركة من الجانب الروسي والجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي، خلينا نربطها بالمبادرة أو مبادرة الأمير غازي بن محمد المعظم ابن عم ملك الأردن للحوار بين الأديان. خلينا نقول يا فندم أن كيف حضرتك شايف المبادرة دي معناها إيه في ظل مشاركة الجانب الأمريكي والروسي والاتحاد الأوروبي؟ لا، هي ملهاش دلالات سياسية معينة. يعني ده حدث جانبي، إذا سألتيني قولا واحدا هذا حدث جانبي، ربما سيكون الحضور الأوروبي والحضور الأمريكي ممثل طبعا بصورة أو بأخرى، لكن سياسيا فقط ملهوش دعوة بالحوار. يعني سياسيا لا علاقة لهذا الأمر طبعا، لأنه طبعا بس هما ممكن يكون تعقيب إيه على يعني مبادرة زي دي في القمة العربية، خصوصا إن في ناس علقت إن القمة دي يعني أكثر نشاطا من السنوات اللي فاتت. لا، هو طبعا المشاركة الدولية سواء الأمريكية أو الأوروبية أو المنظمات الإقليمية حضرتك بهدف أنه هذه الأطراف متشابكة في القضايا العربية. الجانب الروسي زي ما حضرتك تعلمي
متشابك ومتفاعل بقوه في الملف السوري. الاجانب الامريكي حضرتك تعلمين ان هم طبعا في مبعوث سلام للشرق الاوسط زار المنطقه خلال الفتره اللي فاتت، ووزيرنا سامح شكري التقى امس معاه، وفي ترتيب طبعا لمفاوضات امريكيه بوساطه امريكيه مباشره ومع الجانب الامريكي الفلسطيني الاسرائيلي العربي. فحضور هذه الشخصيات وممثليهم بهدف سياسي بالاساس، ربما طبعا هتجرى لقاءات بطبيعه الحال في هذه المبادره وغيرها، التركيز الرئيسي على حلحله الموقف في القضيه الفلسطينيه والتفاهم بنسبه التطورات الجاريه في الملف السوري، وبتبقى طبعا فرصه جيده الرئيس هيلتقي مع جلاله ملك المغرب لانه لم يلتقي معاه منذ تولى، وبالتالي كان هناك دعوه هتبقى ليه لحضور المشاركه في اعمال القمم العربيه المقبله، وربما يوجه له دعوه للحضور لمصر. في يعني جمله اتصالات عديده سيجريها الرئيس بصرف النظر عن ما تم عرضه في الاعلام، هتبقى في لقاءات كثيره قوي النهارده، لقاءات مع اغلبيه القيادات العربيه وفيها شخصيات عامه طبعا هتحضر، بعيد عما اعلن في جدول مقابلات السيد الرئيس اليوم. في النهايه طبعا نتمنى ان تبقى القمه قمه قرارات فاعله، تبقى في اليات تنفيذ، تبقى في مراحل زمنيه لهذا التنفيذ، في دعم للمفاوض الفلسطيني، في تاكيد على حل المساله السوريه وتطوراتها، في مشكله هتبقى متعلقه بالعلاقه مع ايران. مع إيران والجدال مع إيران حضرتك، لأن هناك أطراف عربية تريد أن تمسك العصا من المنتصف، وبالتالي لا تثير قضية التدخل أو ما إلى ذلك. لكن علمنا خلال الساعات الأخيرة أنه أن إعلان عمان سيتضمن رسالة مباشرة إلى الإيرانيين بعدم التدخل في القضايا العربية وإقامة علاقات على مستوى حسن الجوار بين مصر والدول العربية وإيران، وبالتالي هتبقى رسالة مباشرة، وفي هتبقى اجتماعات لجان على هامش هذه اللقاءات ضم أطراف الرباعية العربية في هذا الإطار اللي هي مصر والسعودية والأردن والإمارات، هتوصل رسائل مباشرة. لكن في النهاية أنا أعتقد أنه القمة مطالبة بأنها تطرح آليات عمل مباشرة في هذا الإطار. تمام. وايضا محاربه الارهاب بشكل عام، لان بعض المحللين يا دكتور بيقولوا ان يجب ان تناقش بشكل اوسع محاربه الارهاب في ظل الوضع المتازم في المنطقه العربيه، وهو وضع حساس يعني شديد الحساسيه، وضع ارهاب له علاقه بال يعني السياسات اللي موجوده في الدول العربيه، طبعا بالاضافه الى بعض الافكار المغلوطه التي يعني يتخذها الارهابيون فيما يخص النداء الديني الاسلامي وكذا وكذا. فبعض المحللين بيقولوا يجب ان تناقش بوضوح يعني. شوفي طبعا بطبيعه الحال قضايا تقليديه عديده ستطرح على هذا المستوى، لكن هتبقى في اولويات حضرتك في الطرح، بمعنى التركيز يقولوا هذه القمه ستناقش كل هذه القضايا اللي حضرتك اشرت وتكررت بعرضها، وطبعا قضيه الارهاب والتنظيمات وشبكات رؤوس اموال وما الى ذلك والتهديدات التي يواجهها النظام الاقليمي العربي بأكمله، لكن بتبقى في اولويات. هذه القمه على راس اولوياتها الملف الفلسطيني والملف السوري. عشان كده خلال الساعات المقبله بعد نجاح هذه القمه ان شاء الله تعالى، السيد الرئيس هينقل هذه الصوره، يعني الرئيس السيسي في لقائه بالرئيس الامريكي هينقل صوره ما جرى في هذه القمه ويؤكد على الثوابت العربيه في هذا الاطار في جمله من القضايا سيتحدث بها رئيس قائد مصر الى الاداره الامريكيه خلال الساعات المقبله بنتائج هذه القمه، في دور لمصر مباشر في هذا الاطار. احنا طبعا بطبيعه الحال لدينا تنسيق مع كل الاطراف زي ما حضرتك تعلمي، السيد الرئيس التقى مع الرئيس محمود عباس في القاهره الاسبوع الماضي، وكان هناك لقاء وتوافق في الاراء وعلى استراتيجيه الحركه العربيه اللي تقودها مصر في هذا التوقيت ويقودها الرئيس السيسي شخصيا في هذا الاطار مع الجانب الامريكي، وبناء عليه هذه القمه لابد ان تصيغ رؤيه وتصور وكامل بحيث انها تنقل الى بصوره او باخرى الى الاداره الامريكيه، لانه هو اول زعيم عربي سيلتقي الرئيس الامريكي عقب القمه مباشره. بالظبط. يبقى ليها مصداقيه مباشره، واعتقد انه الرئيس هيطرح رؤيه عربيه كامله استنادا لمواقف مصريه مباشره في الملف الفلسطيني. باقي القضايا بطبيعه الحال سيتم طرحها، لكن لها لن تكون لها الاولويه. الملف السوري مهم للغايه بالنسبه لمصر، لكن الموقف المصري واضح، ومصر الدوله الوحيده التي لديها رؤيه متكامله في الملف السوري، وايضا بطبيعه الحال الملف الليبي على اعتبار انه على راس اولويات الامن القومي لمصر في هذا الوقت.
تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. مشاهدينا نتابع مع حضراتكم كل تفاصيل وفعاليات القمه العربيه 28 والتي تعقد في الاردن.